سلام، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. معكم روعه من قناه روعه بيوتي، مرحبا بكم. ما تنساوش انكم قبل ما ندوزوا لا فيديو تضغطوا على زر الاشتراك وعلى الجرس باش توصلوا باشعار انه حطيت فيديو جديده. واخيرا اليوم غادي ندير لكم روم تور اللي شحال وانتم تقولوا لي وريه لينا. المهم غادي نشارك معكم الافكار ديالي البسيطه. صراحه ماشي هذا هو البيت اللي باغا، لانه كاين بزاف ديال لي موديفيكاسيون، مي اشاك فوا كندير شي حاجه كتخسر حاجه، كندير حاجه كتخسر حاجه، يلا كنقول هذه قديتها شي حاجه كتعواج. فقلت والله حتى غادي نصور لا فيديو كيف ما هي اي بي فوالا. المهم داكشي اللي باغا نديرو هنا القدام غادي نوريه لكم اي بوان لالين. دونك بلا ما نطول عليكم ليتس جو. الوغ البيت ديال النعاس ديالي جاي هو الطرفاني في الدار، هو القنت. باش نبدا بهادو، دونك هادو حطاهم هكا في البواني، صراحه زوينين غدا في لو تيم ديال لو غري. هادو من ميزون دو موند، صراحه وصلوني غير كادو، ماشي انا اللي شريتهم. اي دايوغ المهم لا بيرسون اللي جابتهم لي راه عارفه راسها، شكرا. بوي غادي نحل الباب، طرا هادي هي لا شومبر ديالي. لا شومبر ديالي ما كبيرش بزاف، انا كنقولها لكم من دابا. دونك داكشي ليميت 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 ليميت. هاد لو كوان هذا اللي باقي بي، دونك خديت هاد بانيي د لانج، هادي خديتها من بريمارك، كانت دايره بشي 5 اورو، المهم تقريبا نقولوا بشي 50 درهم. زوينه بزاف، خديتها فهاد السلاده ديال الرخام. غزاله فتان، نتوما راه كتجي مجموعه ومن بعد كتطلق، وهادي احسن حاجه. دونك هنا فين كنجمعوا بين الحوايج، زعما الحوايج اللي موسخين بوان، زعما ماشي شي حاجه غادي نوقف عليها باش نشرحها لكم دو بلوس. ابري هنايا كاين هاد الميغوار هذا، اي فرانشمون هذا زوين. المهم انا بلا ما نبين لكم راسي كامله حيت ما لابساش مقاد. دونك هنايا هاد المرايه هادي كنت خديتها من طاتي، بالنسبه للثمن ما بقيتش عاقله عليه بالضبط، ما بين 150 200 درهم. المهم فهاد لي زونفيرون ما كانتش غاليه بزاف. ليدي عجبتني لانه انا في البيت ديالي صغير، فجاتني زوين انه نعلقها هكا ورا الباب، كنشوف راسي على خاطري. صوف كو ماشي شي حاجه صحيحه، المهم في لو بري ديالها راسي كل بساله ديالي انا ومروان. المهم جا باغي يضربني، درت لي خاويه في عامره اصدق ضرب المرايه، هادشي ما كان غير كنضحك لصحابكم ديال بصح. هادي اللي طرا ليها سي كوتو سامبلومون، مروان برا انا لداخل خدامين، كنضربوا على الباب، الباب مسدود الباب محلوله، ما كانش كنضربوا، كنا غير كنضحكوا، كنا كنضربوا كنت قلت لكم مي بون، كنا غير كنضحكوا. انا وركت عليها بالكتاف ديالي وتهرسات دغيا دغيا. فوالا دونك جو كونت انه ان شاء الله نحيد المرايه كامله ونديها لمول المرايات ويعاود لصقها ليا، حيت مشيت لطاتي باش نعاود ناخذ وحده اخرى، ما لقيتش مازال هذا لو موديل كاين. بي فوالا صراحه كون كانت طويله حتى لتحت كانت غادي تكون احسن اكثر. هنايا بالنسبه للبواني هما غادي تلقاو دائما هذا الشيء بحال هكا. هادو صراحه ما بقيتش عاقل عليهم واش من طاتي ولا من جو بونس، هادي من ميزون دو موند، اي هادو من طاتي. ماما تخسرات ما عجبهم، هادو كيعجبوني بحال هكا معلقين وصافي. ندورو هنايا بيان سور ما غاديش نوقفو عند التلفازه، ماشي شي حاجه مهمه، ماما التلفازه حطات مو سلام. غادي ندوز باش غنبدا لكم، نبدا لكم بهاد لو كوين. دونك هنايا غادي تلقاو هادو، هادو كنت خديتهم من ميزون دو موند ديال برا، الثمن ما بقيتش عاقله عليه ما نكذبش عليكم. جو بونس 16 اورو يمكن يمكن يمكن، المهم 16 اورو قولوا حنا واحد 200 درهم كاع. صراحه انا كنت باغي واحد الموديل واحد اخر مي ما لقيتوش صراحه. هادو عرفتي الغبره دغيا كتشد فيهم واخا كتمسحهم وكلشي، ما عرفتش زعما ما زوينينش. جو بريفير شي حاجه اللي تكون تمسح، سوا شي توب اللي كيتغسل وكيتعاود يتركب فيهم، المهم شي حاجه بحال هكا. اي عجبني فيهم هاد لو ستيل هذا ديال انه بحال هكا ستيل بحال القديم ممسوح ايتترا. المهم تيم ديال لا شومبر عندي هو لو بلون اي لو غري. ابري غادي نوريكم غير واحد لا توش صغيره اللي درتها، دونك نزيدو نرجعو لهنايا. هادي واحد البوجي اللي واعره واعره واعره، ريحتها غزاله كنشعلها غارمون. هادي من عند ميزون دو موند، كانوا عطاوها ليا فواحد ليفينمون دايوغ يمكن ديال لوفيرتور ديال ميزون دو موند هنا في المغرب، اي من تما وانا حاطها دو طون زون طون هكا كنشعلها وصافي. المهم اليوم شعلتها غير باش يبان داكشي ستيلي في لا فيديو. اي بوندون هادي هي البواطا ديالها، غير قلبها وحطها، ماشي شي حاجه زعما دو سبيسيال. ابخي هنايا نعرفكم روعه مروان. دونك هذا سي واحد لو كادر كانوا عطوه لينا هاد لوطيل هذا من كنا مشينا لقطر، اي فرانشمون عجبتنا زعما عجبنا لو جيست. اي بي فوالا دونك حاطينها هنايا. دغيغ هنا
هذا باز اللي سامبل زعما ماشي شي حاجه واو سامبل. كنت خديته من مارجان جو بونس ولا كارفور ما بقاش عاقل. المهم لي غون سيرفاس هو هذا. ابخي حطيت فيه لداخل هاد الوريقات هادو اللي كيكونوا دايرين بحال هكا. هادو كنت خديتهم من ايكيا هما وهاد العواد. دونك لا توش اللي دايراها في لا شومبر ديالي هو هاد البلو فوالا. ما باش نقول لكم صافي. ما بالنسبه لهادو الثمن ديالهم ما بقيتش عاقل عليه ني هو ني الفاز. دونك استسمح فوالا حطها فاز بحال هكا والسلام. بالنسبه لهاد لو كوتي هذا اللي غزال واعر تري كلاس تري شيك عجبني بزاف. دونك هذا صوبته انا صوبته دي اي واي ماشي صوبت الخشب مي اون فيت صوبت هذيك هذاك الشيء اللي درته من الفوق. المهم باش نشرح لكم هذا الموديل كنت شفته عند واحد لا يوتيوبرز امريكان كتصوب لي دي اي واي. دونك شفتها كيفاش دارت ليه اي ابري انايا جي ريبرودوي غير داك الشيء اللي دارت والسلام. اللي بغيت نقول لكم بلي هذا كان في لو بوان نورمال. دونك خديته من عند ايكيا اون فوا حلات خديته كان داير بشي 400 درهم وي جو بونس 399 درهم. دونك خديتهم هادو بالخشب. ابري مشيت عند مالين المرايا عطيتهم القياس اكزاكتومون ديال هذا اللي عندي وهما صايبوه ليا. المهم صايبوا ليا القياس. ابري انا مشيت شريت من ميسيو بريكولاج القوام ديال انه باش غادي نلصق المرايا مع الخشب. بالنسبه لهاد لي بواني هادو فهادو كنت قلتها لواحد ما كوزين في برا وكانت صيفطاتهم ليا من امازون حيت عرفت مي قلبت عليهم هنايا ما بانوش ليا ما نكذبش عليكم. دونك قلبت عليهم حتى قلبت مي كانوا في دي موديل وحدين اخرين اي انا كنت باغاهم بحال هكا بالضبط. دايوغ تقدروا دابا تلقاوهم الصراحه ما عارفاش ما عاودتش قلبت عليهم مي هادو مهم من برا. هنايا باش نشرح لكم واحد القضيه هاد الكوتي هذا كنت ديجا صورت فيديو دي اي واي كيفاش ركبته من ال زد الماتيريال اللي استعملت كلشي مي ما عارفاش واش داكشي صوبته مقاد ولا ما صوبتوش ولا ما بقيت عاقله واش صورت كلشي ولا ما صورتوش حيت هاد لي كوتي هادو ما نعاودش لكم شحال. وانا كل مره كنصيب حاجه حتى مرضوني في صحتي فما بقيتش عاقله واش صورت كلشي بدقه ولا لا. دايغ الا لقيتها غادي نخليها لكم في الاخر ديال لا فيديو زعما كيفاش صوبته. الا ما لقيتوش غادي نخلي لكم لو ليان ديال البنت اللي شفتهم عندها ومنهم زعما شفت كيفاش صوبته وصوبته حتى انايا. دونك هادشي هذا جاي ديالكم. المهم غادي نخلي لكم في لا بار دانفو حوايج اللي غادي نبغي ننصحكم بهم اوطون كو وحده دابا استعملت نفس لا ميثود ديال البنت اللي شافتهم من عندها. انا نعطيكم نصائح من عندي باش هكا ما تعاودوش نفس الغلط اللي درت انايا وتستافدوا منه. هزي شويه شوكولا حيت فيا متجاجع. دونك اللي بغيت نقول لكم في هادو تستافدوا من الاغلاط اللي درت انايا هو انه من الاحسن هاد المرايات هادو اللي في الجناب ما يكونش واصل ما تكونش واصل المرايه حتى للقنط الاخراني اللي ملاصق مع الارض لانه الوقت اللي كتبغيو تحركوها المرايه مع الخشب كتقات الارض وكتهرس. الا هادشي اللي طرا لي فهاد الجهه المرايه تشقات لي لانه مع الجران وداكشي والمرايه موصلها حتى لتحت في هادشي علاش. دونك النصيحه الاولى وياكم انكم تلصقوا القنط ديال المرايه من الاول حتى الاخر. حاجه وحده اخرى هي قول المول المرايه يحط لكم هاد القنيه هذا ديال المرايه باش هكا ما يكونش ماضي بزاف. حاجه واحده اخرى عاوتاني اللي بغيت نقولها لكم هو انه بالنسبه لهاد لي بواني هادو انا باش لصقتهم الا جريتو غير من بواني واحد كيمشي لكم كتقلع لكم يعني مع المده كتقلع كتبقى تصبر نهار الاول نهار ثاني نهار ثالث صافي كتقلع. في الاصل هنايا في الخشب يعني الخشب الاصلي اللي مصوبينو ايكيا عندكم البواني كيدخل بالمسمار يعني هنايا محفور. دونك النصيحه اللي نعطيكم هو انه ما تلصقوش نهائيا هادو بلاكول. احسن حاجه هو انكم تمشيو عند مول المرايه مع مول الخشب وتعطيه القياس ويجيب لك تقبات ديريكت مع مع هذه اللي هنايا. ومن احسن هادو تلصقوهم بالفيساس. الا ما فهمتونيش راه الا كنتو مشيتو تاخذوا زعما هاد الطابل هادي من عند ايكيا فغادي يبان لكم ان البواني كنلاصق بفيس. دونك من الاحسن انكم ديروا المرايه والخشب بفيس والمرايه تولي غيعطيكم بلوس دو ديتاي مي هادو حفروهم باش تجروا ترجعوا تجروا دير شنو ما بغيتو تكونوا ترانكيل وما تعاودوش نفس هاد الغلط لانه اشاك فوا كنعاود نلصقهم وتمارتهم تماره انه بون مي كي هاي راه كيتجر. مي اللي بغيت نقول لكم هو من الاحسن انكم تحفروا عليهم وفوالا تكون ترانكيل. مي سينو واعرين كيبقاو في لا ديكوراسيون توب شي حاجه خطيره سي فغي شويه ديال المسيح هكا مره سورتو انا مع يعقوب كيبقى يجي وبدا يبدا يقص الصبيعات ولا غير نتوما مي كتبغيو ديروا شي حاجه. مي سا غيست
فهزت واحد لو دي اي واي اللي عجبني بزاف و فوالا كنت فرحانه من شفت هكا لو ريزولطا ديال لي دو كوتي وخدام عليهم انا ومروان وكلشي فعجبني الحال بزاف 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 بزاف. وحاجه واحده اخرى مهمه بزاف هي انكم ما تقلوش عليهم هاد لو كوتي هذا انا دايره لمروان دونك لي شارجور ديالو الدوايات ديالو هنايا حاطين لي سوبيتمون ايتترا ما نحاول انكم ما تقلوش لانه كيتهرس هادشي اللي طرا في الجهه ديالي انا اللي كنوصيكم. وانا كنصور لكم تفكرت بان هذا الطابي هذا ما وريتوش لكم ما قلت لكمش منين دونك هذا زوين من عند بانغود دونك لو سيت شينوا الا لقيت لو ليان فانا غادي نخليه لكم في الباغ دانفو. صراحه ندمت انه خديت غير جوج خديت غير وحده هنايا وحده من الجهه الاخرى بصراحه كان خصني وحده اخرى هنايا كانت غادي تجي زوينه. بون هادو زوينين بزاف هادو لي طوال دايره يمكن شي 300 درهم الوحده ولا 250 درهم المهم فهاد لي زونفيرون هادو. نخلي هاد الكوتي هذا هو الاخر ندوز لكم هنايا دونك هادي هي الطابيه الثانيه. بقي كاين هذا الزوين اللي حطاه هنايا هذا من عند يا ربي هذا خداتو لي صاحبتي من برا دونك هذا ما بقيتش عاقله صراحه منين اكسيون جو بونس ما نعرف. المهم الا تفكرت سميه ديالو غادي نحط لكم من هنايا اي ما كانش غالي بزاف وزوين فريمون كبير ها نتوما راه ماشي زعما ها كبير وزوين وديكور ديالو حتى هو غزال. المهم الثمن ديالو ما كانش غالي مي ما بقيتش عاقله عليه. ابخي بالنسبه لي غيدو اللي كيبان لكم من التحت ومن الفوق فبجوجهم جو بونس من طاتي المهم سي جامي بديت كنيديتي في لا فيديو وبان لي بانه غلطت في شي جهه فانا غادي نخليها لكم هنايا نصححها. حتى هادو والله ما بقيت عاقله هادو منين ولا الثمن ديالهم مي بون زوينين مالوغوزمون مروان هرس ليا وحده مشى باغي قاد صدق قاسمها وبقات ليا وحده شويه مسكينه كتقلب على اختها ما عليناش. المهم هادو ما بقيتش عاقل عليهم منين اي فوالا دونك ندوزو لهذا باش نقول لكم هذا الجنب ديالي هذاك الجنب ديال مروان دونك الجنب ديالي هنايا اوف كورس هنايا مهم هادو مركبينها ممكن جلست باش نشرح لكم نزلت الحاجه دونك دايرتها هنايا هذاك الفاز مع هاد العويدات هادو بلي كولور ايتترا هنايا صوفك زايده هاد البارفان هذيك كنطلقها مره في البيت هكا كنبقى نقلب العواد اي في هاد لو كوتي دونك كاينين كيسان وهاد هادي اللي خاصه بالتي دونك هاد لونسومبل هو ما كانش اونسومبل في دقه كان مفرق وخديته من ايكيا الثمن ديالو بلا ما تدعوا لي عليه ما بقيتش عاقله نهائيا. امام الهادي اللي هي خاصه هنايا ونحطها السكر حاطه هنايا هادو اللي كنشرب دو طون زون طون صراحه ماشي ديما زعما كندير هادشي غير في لو بوزوان الوقت كنحس راسي مستريسيه ولا باغي نتفشش واحد شويه عاد كنحل هاد لو كوتي ما هنا كنحس واحد القضيه ناقصه يعني مي كدا طيبي عاد كتحسي بواحد اللعيبه ناقصه سكر خصني هذاك اللي كيسخن الماء ديريكتومون وما نديرش هذا ولا خصني هذا يركب على شي لعيبه هكا بشميعه وكتسخن جو سي با ما عرفتش واش فهمتوني ولا لا مي اشاك فوا كنوض الكوزينه ونسخن الماء وعاد نحط هنايا سي با براتيك دو تو دونك من الاحسن خصني نلقى شي استوس هنايا الا عندكم قولوا لي الا عندكم شي حل ولا شي لعيبه هكا كتباع وتحت منها شميعه كتسخن وهذه لصقها من الفوق هكا نركبها المهم قولوا لي حيت انا ما عندي حتى شي فكره. بالنسبه لهاد البلاطو هذا والله ما بقيت عاقله منين مي الا تفكرت راه غادي نكتب لكم السميه ديالو اي زوين. بالنسبه للكوتي دونك نفس الحاجه صوف كل كوتي ديالي الحمد لله ما تهرش نهائيا من حتى قنت ديال مروان تهرس هاد الكوتي اللي قلت لكم قبيله باش ما توصلوش حتى لتحت وهنايا في هاد المجوره هادو دونك هاد المجر الاول كله والله الا كو ديسوان ها لا كريم ايدغاتون ديال لي فيه ها لا كريم ايدغاتون ديال لو فيزاج ها البارفان حيت انا كيعجبني نبدا نرش قبل ما الناس نرش هكا شي رويحه كنشمها. المهم كل حتى لو ديتاي ديال لو ديتاي كتقد تلقاه في هذا المجر هذا ما مخليه ميم هذاك المانيزيوم المهم الدواء تحرق الراس كاع داكشي اللي كنبغي نوض باش نلقاه في جهه اخرى كاين هنايا لا كريم بوم ا ليفغ ديال المهم بوم ا ليفغ دونك كاع اللي كنبغي نحتاجو كنلقاه في هذاك المجر صافي كيبقيت نتقل 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 تهرستو هادشي اللي قلت لكم وياكم تم وياكم انكم تقلوا عليه وصافي دونك هادو اللي عجبتني فيهم هو انه كتقدوا ديروا بامال دو تخويك عندكم في المجره دونك كتستغلوا هاد القضيه في المجره ديالهم حيت المجره ديالهم كبار دونك المجر الثاني والثالث دايره كو دي سوفيتمون ايتترا المهم داكشي راكم عارفين كله محطوط هنايا
et puis voilà, c'est très pratique. Et là, j'ai dit au moins, je ne demande les hommes, لأنه مهم le prix dialogue d'une comme je vous ai dit 399 درهم بلا والو. بالنسبه لداكشي باش صوبت هاد الكوت هذا زعما بشحال طلع ليا ما عندي حتى شي فكره. غير باش نقول لكم المهم اللي بغيت نقول لكم ان هذا الا خديتوه من ايكيا ما غاديش ندمو لانه راه صبروا معايا راه دابا طالعه فشحال بلوس كو 3 عام باش خديتهم حتى لهاد العام حتى تقلت عليه بزاف وبستلت عليه عاد قال لي عيقتي ويتهرس ما كنتش نشوف افريكا باش غادي نصلحو صافي نكملوا لكم اش غادي ندوز ندوز لكم الماريو نخلي هذا هو اخر حاجه ندوز الماريو ماريو الوغ هنايا غادي ندوي لكم على الماريو دونك الماريو لونسوم ديال ماريو كامل من عند ايكيا كيف ما شاركت معكم على وديت لي كوتي قلت لكم بانهم زوينين رابور كاليتي بري ديالهم هو هذا غادي نرجع لكم لهذا الماريو هذا لانه هو فقدت حياتي مع ايكيا اللي غادي نقول لكم هو انه هاد البيبان هادو كنا خديناهم بعدا دجا بواحد 250 درهم بالنسبه للثمن ديالهم مع الديزاين ديالهم ومع لا كاليتي ديالهم وي زوينين صراحه ما بقيتش عقلت بشحال باش خديتهم لانه كان اخر ايطاب كانت اخر حاجه خديناها وفات في الماريو حيت في المره الاولى انا درت بحال دريسينغ وخليته محلول خلقت راسي بانه انا ما عنديش مع الحوايج يكونوا ما عرفتش يكونوا هكا بقاو نبقى نشوف لهم صباح وعشيه ما كانش كيعجبني ابري اون ديسيد انه نديروا لهم هكا ديبورت هادو هما كانوا جو بونس رخاص مي فريمون زوينين المهم هنا مازال ناقصني لي بواني نركبهم هادشي جبت لكم بيت نعزي اللي مازال ما كملتوش مي بون مي كنبغي نحل الماريو كندير بحال هكا فوالا كندير شي ديال الرياضه ايه هنايا نقول لكم الكود قال لي طرا ليا مع ايكاس لي زيتاجير ديالهم زيرو ساشون كو في البديه ديالي من يلاه كنت ركبته ما كانش عندي بزاف ديال الحوايج كنت حاطه فريمون غير شي حاجه كان عندي واحد لي طاجير حاطه فيه فريمون غير لي ساك اي انا والله ما عندي لي ساك بزاف زعما انا كنعتبر بهذا القيس كما عنديش لي ساك بزاف اون بلوس دو سا لي ساك ما غاديش يكونوا عندهم زعما دو بوا اي من حطيتهم ابري بالي داك بحال لي طاجير بحال كتولي هكا ما عرفتش كنقول لها مقوقعه ولا شي حاجه بحال هكا المهم كتولي دايره بحال هكا اي شي واحد يصوني عيط باش نشوف شكون رجع هذا يعقوب لي جا هو بابا دونك باش نكمل لكم صراحه واخا درت واحد شويه المهم كنت كندوي لكم على لي زيطاجير انهم ما كنتش حاطه عليهم الثقل اي بورطون حواجو ليا ما عرفتش ما عجبتنيش هذه القضيه ريكلاميت لو سيرفيس بانه كونكور طرا لي هذا المشكل هذا جا لو سيرفيس ديال ايكيا صراحه الدراري الله عمرها دار كانوا ضريفين وكل شيء زعما كانوا الي كوتي اكسترا مي سوف كما داروا لي حتى شي حاجه قالوا لي حق راح نتحط فيه الحوايج دونك غادي عواج نورمال غادي نحط فيه الحوايج ما غاديش نحط فيه شي حاجه اخرى من غير الحوايج دايره انا شاريه على ودي باش نحط فيه الحوايج ما يمكنش انه ايطاجير فيها 1 متر غادي نحط فيها جوج تيشيرتات مع سريوين مع عرفت شنو هو زعما القضيه ديالها ما يمكنش دونك انا شاريه وحاطه فيه فلوس ما كيطلعش رخيص ماشي باش ماشي زعما باش نحط فيه ما عرفت شنو هو دونك اكزاكتومون حاطه فيه دايره فيه الحوايج ديالي صافي ما كنتش دايره الحوايج بزاف دابا الا حليتو غادي نقول لكم باللي حاطه فيه العرام ديال الحوايج اللي بغيت نقول لكم انهم المجوره ديالهم اللي كنت خديتهم من عندهم صدقوا واعرين ندمت على انه ما حطيتش زعما ما درتش هادشي كله زعما مجوره ابري ما عرف فهمتوا من كتبان لكم شي حاجه كتكونوا ديسو منها صافي ما كتبقوش تزعموا انكم ديروا شي حاجه دو بلو فوالا دونك المجوره ديالهم واعرين بالنسبه لهاد لي بورت ديالهم هادو مزيانين صافي كو لي ايطاجير انا كنعاودها بانه ان بيغ فلوب نورمالمون علاش غادي يعوجوا تو سامبلومون باسكو حطوا ايطاجير فيها 1 متر وما كاينش شي سوبور اللي في الوسط اللي غادي يعاون هذيك الخشبه باش تبقى مهزوزه بحال هكا سي نورمال لكن على واخا غير شويه كيكه ديال الثقل راه غير نهار على نهار على نهار غادي تعوج ينصحكم هو انه سي جامي بغيتوا تاخذوا هكا دي زارموار بون هذه من بعد عاد عرفتها هو انكم تاخذوا دي زارموار اللي ما فيهمش 1 متر كامل مي تاخذوا اللي فيه غير 50 سنتيمتر دونك 50 سنتيمتر هكا لي طاجير كتكون صغيره تتكون زوينه و بون كنقول بانها ما غاديش تعوج واخا انا ما جربتش هذوك المريوات صغار مي هكا لوجيكمون هكا كتجين فوالا دونك صراحه انا عجبني بحال هكا انه ندير ليه البيبان لانه فاس مع الحوايج ما عجبنيش هذاك لو ستيل ديال الدريسينغ كنبغي ان الحاجه تكون من سد عليها كيبان ندير شي كلشي بروبر لانه واخا تكوني مست في الحوايج ديالك باغ اوردر و باغ كولور وما عرفت باغ اش كيبقاو حوايج كيبان داكشي كيبان ماشي شكل دونك عطلت على هاد القضيه هادي ديال لارموار مي ماشي هذا هو لو سيل زعما كود قال اللي مع ايكيا كان واحد لا كوموند وحده اخرى اللي حاطه فيها الماكياج سي لا كاتاستروف بون كاين شي حوايج زوينين كاين شي حوايج خايبين فين ما مشينا والسلام دونك هذا كوتي هذا ديالي
كامل هذا الكوتي هذا 1 متر واحد اخر ديال مروان سوف كو جو بونس غير 50% ميم با اللي عنده في هذه الجهه اي لو ريست ديالي حتى هو حاطه فيها كدا ساك حاطه شحال من حاله اي فوالا دونك نسدو الموضوع ديال الماريو لانه نبت فيه وندوزو ندوي على بيس اللي هي الناموسيه الوغ ناموسيه كتجي دايره بحال هكا بالنسبه للقياس ديالها فيها 2 متر على 160 يمكن واخا كتبان كبيره بزاف على 160 ما عرفتش علاش دونك نبداو من هاد البلاد هذا دونك هذا خديته من كاسا الثمن ديالو بواحد 300 درهم من بعد عرفت راسي بانه خديته غالي ساشون كو لقيت واحد في طاتي داير بشي 130 درهم اي كان فريمون غزال وزوين زوين زوين بزاف عليه دونك هذا بون غير هكا ديكور والسلام بالنسبه لهذا غير بريستيج حيت غنصور لا فيديو دونك حطيت لكم هكا باش نوريكم لا ديكوراسيون سينو بيان سور هادشي ما كنديروش انا كل صباح هاد لا طابل هادي صغيره بحال هكا اون فيت ديال الماكله هكا لا تاكلوا في لا بغيتو تاكلوا لا بغيت ناكل انا لا باغا ناكل فكنحط عليها هذه كنت خديتها من كاسا ما عرفتش لو بري ديالها صراحه شحال هاد لي روز هادو ايترنال توصلت بهم من عند كلاسي روز احتاجتهم هنايا باسكو هنايا التيم ديالي سي اون فيت غري بلون اي بلو في هاد لافاز هادي نسيتها غير شفرتها من الصالون وحطيتها هنايا باش نحطكم في الديكور والسلام باش ما نكذبش عليكم دونك ندوزو لهنايا بالنسبه لهادي فصوبها ليا المعلم عطاتو الديكور كيفاش ما عرفتش من صوتي عطاتو الديكور اللي باغا اي بي فوالا صوبها ليا صراحه صوبها ليا صحيحه وزوينه بزاف فرانشمون صوبها ليا زوينه صوف لقيت هي اللي ندمت عليها هي انه ما درتهاش كتهز وكنخشي فيها الحوايج لداخل دونك نصيحه ليا انكم وياكم ديروا هاد الغلطه دي ديالي كنقول ان شاء الله لا بروشين فوا ما غاديش نعاود ندير غادي ندير ناموسيه اللي فيها الرونجمون من التحت لانه هادي دابا سا سيغ ريان فوالا سا سيغ ريان وانا عندي ربل بزاف فوالا بالنسبه لهنايا الخدادي دونك هادو جايين مع لاكويت اللي هي هادي دونك هاد لونسومبل هذا من عند بريمارك لو بري ديالو في زونفيرون يمكن دين 30 اورو يعني 300 درهم نقولو حنايا المهم فهاد لي زونفيرون زوين التوب ديالهم غزال صبن ورد شحال هو عندي بصراحه اي فرانشمون واعر ابري هنايا تحت من هاد الماطله هادي كاين هاد التوب هذا تسناه يبان لكم فوالا دونك هذا انا نورمالمون كنديرو من الفوق ما حيت كاين البرد كاين البرد وجام با انه الناس على يزار هكا في البرد فدرته هذا واللي غلفت به الناموسيه باش كتبقى عندي الناموسيه سخونه دونك هذا كنت خديته من لا تركي كانوا باغيين يبيعوه لينا ب 1500 درهم وبقينا كنتشطروا معاهم تشطروا حتى وصلنا ل 500 درهم دونك ردوا البلا البنات لانهم راه فريمون كيزيدوا في لي بري المهم هادشي اللي بغيت نقول لكم وصافي مي سينو هنا انا نورمالمون كندير واحد اللعيبه هكا اونغري باش كنبقاو في التام نجيو لهاد الخدادي اللي بزاف منكم كيسولني عليهم دونك هاد الخدادي هادو تو سامبلومون مشيت لحي الفرح خديت هاد التوب شريتو دونك شريت هاد التوب هذا بوحدو في الظهر ديالهم راه ماشي بحال دونك شريت هاد التوب وهاد التوب ابخي ديتو من عند الخياط لصق ليا الخدادي اي بوان دونك بغيت هذا هكا فاس وهكا فاس صوبهم ليا دونك انا جاي في 3 وهي الصراحه كل مره اش كنبدل بحال كنحيدو كنخلي غير جوج ولا هادي كنقلبها وكنعطي هاد الفاس هذا المهم انا وكانتي بالنسبه لهادو هاد الخديديات هادو اللي زوينين هادو كنت خديتهم من مرجان كانوا دايرين لهم بروموسيون دونك خديتهم ب 100 درهم الوحده اي زوينين زوينين بزاف ما حاطه هنايا جوج اي بي نفس القضيه درت هادو خديتيات هكا صغيورين من نفس الثوب درتهم هكا صغيورين وصافي ابخي وصلنا لاخر حاجه واللي هي هادي اي فرانشمون صباح الفل قلب الاسميه ديالهم مشات ليا تبلوك ليا الدماغ ديالي دونك هادي كنت خديتها حتى هي من عند بنقول زوينه بزاف سي دو بلاستيك زعما ماشي شي هذا كتركبوها وعاد كتحطوها ما عرفتش جو بونس حاطه لكم شي فيديو واحده اخرى حاطه فيها كيفاش مشعوله وكيفاش كتجي اي وانا كنوريكم هادي تفكرت هادوك العيبات اللي حاطه فيهم علقه فيهم الخاميه دونك هادوك من عند بجوجهم من عند ايكيا صافي هادو هو اللي زعما عندي ابريسيزي بي فوالا جو بونس عليت لكم لا شومبر كامله نحطها لكم دابا فيزيون كامله تشوفوها انصومبل زعما الفيو دونصومبل كيفاش كتجي
this is you ending fire. Then we should all burn together. Watch the flames climb high. فوالا فوالا وصلنا لنهاية ديال الفيديو. جيسبيغ انه نكون عاونتكم شي حاجة, ما عطيت لكم شي فكرة ولا ما نعرف, ما عاونتكم شي حاجة غير صغيرة. داير هذا هو البيت من هاد زعما من هاد الفيديو ديالي, هو انكم تخرجوا بافكار باي حاجة تعاونكم ولو قليلة. في فوالا انا شاركت معكم نفس الذوق ديالي. هذا ما كان, نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. ما تنساوش انكم ديروا لايك الا عجبتكم الفيديو, وانكم ديروا سبسكرايب بيان سور. يعقوب من ورايا كيدور. كوكو يعقوب, شكون هو هذاك؟ شكون يا عمري يا عمري على لافان يا عمري. دونك البنات وصلنا لنهايه ديال الفيديو, ما سخيتش بكم, نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخرى السيمانه الجايه. اي بيسوات.